مؤتمرنا الدولي الرابع بالتعاون مع الجامعة العربية الأمريكية في فلسطين. مؤتمر هام بضم محاور حيوية ومهمة في عدة مجالات، يعقد في هذا العام في نسختها الرابعة في العاصمة التركية أنقرة. أنا بعتقد المؤتمر هو المكان الأهم لالتقاء الباحثين من كافة الأقطار للاطلاع على آخر ما توصل إليه البحث العلمي في هذه المجالات، نطلع على تجارب الآخرين، نستفيد منه بيستفيدوا منا، بيكون مكان للالتقاء، مكان لتبادل الخبرات، مكان لعقد شراكات مستقبلية حول هذا الموضوع. بعد تواصل دامه 4 أشهر أكملنا اليوم بحمد الله ورعايته فعاليات المؤتمر الدولي الرابع الذي عقد بالتعاون مع الجامعة العربية الأمريكية في فلسطين. تناول هذا المؤتمر عدة محاور إنسانية وتربوية وعلاقات دولية وإعلام. المؤتمر رايح يكون له دور إيجابي في تعزيز ثقافة البحث اللي موجودة حاليا، ولكن نحتاج إلى زيادتها بالشكل المطلوب. ستكون فرصة جيدة لجميع الباحثين بالتعرف على باحثين آخرين من دول مختلفة حتى تكون الأمور في النهاية بشكل جيد وتعم الفائدة على جميع باحثينا من دول المختلفة. المؤتمر الدولي الرابع والمحكم الذي يقام في مدينة أنقرة في تركيا يميزه عن المؤتمرات السابقة التي تقوم بها مؤسسة سكولر بأنه يسلط الضوء على الطبيعة التداخلية بين العلوم المختلفة من القانون والعلوم السياسية والتاريخ وعلم الاجتماع والتربية. نجح هذا المؤتمر وساعد في مشاركة العديد من الباحثين في مختلف الدول العربية والدولية. هذا الحدث الذي ينضوي على أهمية كبيرة في مجال العلم والتعليم والاهتمام في العلاقات الدولية والقانون، وما يؤدي إلى ربط بين مجموعة كبيرة من الجامعات على رأسها الجامعات الفلسطينية وتنمية العلاقات ما بين الجامعات الفلسطينية والجامعات العربية والدولية بشكل عام. كان افتتاح المؤتمر ناجحا جدا وبحضور نخبة قيمة وكبيرة من الأساتذة والأكاديميين والمسؤولين المتخصصين بالجانب العلمي. شكرا لمؤسسة سكولر، شكرا للجامعة العربية الأمريكية في فلسطين الحبيبة على دعوتهم لحضور هذا المؤتمر، وبارك الله بكل الجهود لا سيما جهود الدكتور مراد العبدالله رئيس مؤسسة سكولر. بالاشتراك مع الجامعة العربية الأمريكية في فلسطين تعقد اليوم مؤسسة سكولر وورلد وايد مؤتمرها العلمي الدولي الرابع في أنقرة في تركيا. هذا المؤتمر تناول عدة محاور اقتصادية وإدارية وتربوية ورياضية بالإضافة إلى محاور متعلقة أخرى. بصراحة يعني جلسات المؤتمر كانت جلسات علمية أكاديمية رصينة تضمنت عدة أوراق بحثية ذات قيمة وجودة عالية في مختلف المجالات العلوم الإنسانية، وأعقبت عروض تلك الأوراق عقبتها يعني مناقشات علمية كانت مهمة جدا يعني، وكانت هنالك إنارات أكاديمية في هذا المؤتمر.
أنا أشكر القائمين على هذا المؤتمر لأنهم فعلا يعني قدموا جهد جبار في التعامل مع شخصيات مختلفة والمحاولة في تلبية رغبات جميع هذه الشخصيات، وهذا مو بصعب. إن أصعب شيء على الإنسان هو التعامل مع الناس. هذا المؤتمر يمثل إضافة للمكتبة العربية الإسلامية، وإن شاء الله يا ربي هذه اللقاءات وهذه المؤتمرات تكون موجودة عندنا في العالم العربي باستمرار، وأتمنى للقائمين على هذا المؤتمر بالتوفيق يا ربي. المؤتمر الدولي الرابع اللي نظمته مؤسسة سكولر وورلد وايد بتعاون مع الجامعة العربية الأمريكية بفلسطين تم إقامته بمدينة أنقرة هذه المرة لسهولة الوصول إليها بما أنها هي نقطة وصل بين كذا قارة. اللافت بالحضور كان تواجد عربي غني وغربي كمان، هيدا دليل لثقة العالم أو الباحثين بمؤسسة سكولر. اليوم شفنا أخوتنا وأخواتنا من الأردن الشقيق، من العراق، من ليبيا، من عمان، من قطر، من جميع الأقطار العربية. اليوم توحدنا في هالمؤتمر وكنا فعلا يعني مصدر حياة وروح وقلب في هذا المؤتمر. من سمات هذه اللقاءات هو التعرف على العديد من الباحثين وتبادل الخبرات العلمية. طبعا الشكر موصول لمؤسسة سكولرز بأنها تتيح للعديد من الباحثين من أنحاء دول العالم والعالم العربي في هذه اللقاءات العلمية. أتمنى لهم كل التوفيق والنجاح، ونتمنى أن يكون لنا طبعا مشاركات أخرى. تحية طيبة لمنظمة سكولر التي جمعتنا هذه الجمعة الطيبة مع جميع الدول العربية، والتي سعيدة جدا بتمثيل بلدي ليبيا في هذا الجمع الكريم. وطبعا أشكر هذه المنظمة وعلى رأسها السيد دكتور مراد العبدالله بهذا فعاليات هذا المؤتمر الجميل الذي شاركت فيه بمحور علم النفس. كان عنوان بحثي الاتزان الانفعالي والقدرة على اتخاذ القرار لدى عينة من ضباط الشرطة الليبية بوزارة الداخلية. كان التنظيم للمؤتمر جيد جدا، والتقينا بعدد من الباحثين في كل الجامعات العربية، ليبيا ومن العراق ومن فلسطين وغيرها، وتجسدت هموم الأمة من خلال هذه الأوراق ومن خلال التوصيات، بحيث تطلع هذه التوصيات يستفيد منها المؤتمرين وتكون لنا توجيه لمحاور جديدة في المؤتمرات القادمة إن شاء الله. قد نوقشت على مدار يومين أكثر من 100 ورقة بحثية متنوعة الاختصاصات، وقد خلصت هذه الأوراق البحثية إلى مجموعة من التوصيات التي خرج بها المؤتمرون هذا اليوم. قد غطت هذه التوصيات كافة محاور المؤتمر، منها في محور العلاقات الدولية والقانون والعلوم السياسية، وأيضا في محور الإدارة والاقتصاد، ومحور اللغة العربية واللغة الإنجليزية، ومحور الدراسات التاريخية، وأيضا في محور التربية والتعليم الذي تألق هذا المحور في هذا المؤتمر. فكانت هناك أبحاث معمقة وطموحة وكبيرة ناقشت قضايا التعليم في العالم العربي وكيفية الارتقاء بمستوى التعليم وتطوير التعليم في مختلف المدارس والجامعات في كافة البلدان العربية. استفدت استفادة كبيرة، استفادة مثرية. قدمت ورقة علمية في محور التربية بعنوان فعالية أطلس تفاعلي في تنمية معارف
طالبات الصف التاسع الأساسي نحو القضايا السكانية. حدينا وكل شموخ ولا مرة الشعب سلم، وخلينا الحجر صاروخ وهدينا الميت هدم. أنا لاجئ بكل شموخ يا عالم مني اتعلم، أنا لاجئ بكل شموخ يا عالم مني اتعلم. كان دورنا في هذا المؤتمر تخطيط وتنظيم ورقابة ومتابعة وتنفيذ خطوات هذا البرنامج، برنامج المؤتمر الدولي الرابع. قسمنا المؤتمر إلى مراحل، مراحل تحضيرية ما قبل إقامة المؤتمر ومراحل المؤتمر، وراح نقسمه إلى ما بعد المؤتمر. قمنا بتنفيذ هذه المراحل تباعا ومتابعتها ورقابتها وتنفيذها للوصول إلى أكمل جودة وإلى أكمل صورة من صور إقامة هذا المؤتمر بأعلى مستوى وبأكبر كفاءة، حتى نحصل على رضا كامل من جميع الأطراف وعلى كل المستويات. تهيئة كافة الإجراءات وكافة المستلزمات التقنية لكي يقدم الباحثين عن بعد البحث مالتهم بالطريقة الصحيحة الذي يرغبون بها، والحمد لله تم كل شيء بالشكل الصحيح والناجح خلال انعقاد المؤتمر، وكانوا سعداء جدا. هذا المؤتمر أتاح لي فرصة التعرف على الكثير والعديد من الأبحاث الهامة في كافة المجالات التربوية والإدارية والقيادية، فبقدم جزيل شكري إلى جميع القائمين والمنظمين لهذا البرنامج.